انا عاوز اعمل تراند بيني وبينك يعني عاوز سكوبات. قولي لي انت متجوزه طلقتي بتعملي ايه؟ لا مش متجوز. ليه حبيبتي ليه انت اتجوزتي ليه؟ مش متجوز يعني اخد راحتي معاكي. يعني ايه تاخد راحتك يعني معاكي؟ اقول لي انا عايزه يعني ما فيش حد يحاسبك بعد البرنامج. لا انا بحاسب نفسي. ايوه يعني احنا كبار ونعرف نقول ايه ونعمل ايه بالظبط. ممكن يعني اقول لي انا عايزه يعني في حدود انك مش متجوزه نصور يعني. لا ملوش علاقه على فكره انك تقول اللي انت عايزه عشان انا مش متجوزه. ما عندكش ضغط؟ انا مش مستنيه راجل هو احنا ما بنصورش دلوقتي بس ما فيش ضغط انني ازعم عليك شويه. احنا مش بنصور. لا مش بنصور. لا ما يصحش اللي انت بتقوله خالص. بس اعاملك على كانك مش متجوزه. ستوب حبيبي ما بنصورش دلوقتي. انا عاوزه حلقه لايت نكون اننا بنعرف بعض ونقول اسرار بعض عشان نطلع في الترند. ستوب حبيبي ما بنصورش دلوقتي. انا عاوزه حلقه لايت نكون اننا بنعرف بعض ونقول اسرار بعض عشان نطلع في الترند. يعني ممكن اتكلم يعني دلوقتي معاكي زي حبيبتي دلوقتي ونتكلم؟ نعم. لا يعني بعزك يعني زي حبيبتي مثلا. لا مش زي. انا هي مش اللغة زي بتخلني. احنا بنقوله حبيبتي عادي. هي خالتي. حبيبتي هي خالتي في المغرب. لا هنا كلام مختلف. انا حبيبتي يعني بقول لخالتي. اصدقاء حاجة وحبيبتي ده حاجة تانية خالص. ما ينفعش. انا عاوزك تساعديني عشان نطلع مع بعض. والله انا مستعده اساعدك. وانا ممكن اديك فلوس زي ما انت عايزه. مش عايزه فلوس. انت ايه الحكايه بس الفلوس؟ عاوزك تساعديني. انا ساعدك من غير فلوس من غير اي حاجه. انا ساعدك واقف جنبك. انت بس رتب الافكار واعمل الاسئله بحيث ان يبقى في هات وخد. بس هقول لك سؤال لو عجبك نصور. بس استنى لما يصور. ايوه 3 4 5 6 ايه اكشن. هاشتاج جوزني. انت محتاجه يعني حد يتجوزك؟ بل الرجاله موجودين. ليه تعملي هاشتاج عشان تتجوزي؟ انت حلوه. ده اسم الفيلم كده هاشتاج جوزني. بس ده رساله مبطنه عشان تتجوزي. ايه ده؟ انا بحس كده. بس انت مش محتاجه. انت حلوه وجميله واي واحد يتمناكي. امر وتيتيزا وميمه يعني اي واحد. خلاص غزال. خلاص غزال كي. خلاص لولا كملتي شعرك حبيبتي. انا جاهزه عايزه انزل. يلا يلا. هو انا الحلقه معايا حد؟ ايوه حيكون معنا لو سمحتي طبعا. لا طبعا. ممكن تشجعها عشان دي خطيبتي وعاوز اطلعها مع الفنانين. طيب ايوه حبيبتي. طيب حاضر. أيوة. انا أيوة. عامل هاي لالا كل ده وبصرف فلوسي عشانها هي. بس ممكن لما تيجي اعملي نفسك انك ما تعرفينيش. هو انا ما اعرفكش اساسا. ايوه بلاش تتغزلي فيا ولا تشوفي فيا عشان اتغزل فيك. بلاش البصه بتاعتك بس. ربنا يخليك. ده طلب يعني. حاضر. ايوه هتسالني ولا هنعمل ايه؟ هقدم لولا وبعدين هنسالكم انتوا الاثنين. اوكي يعني. طيب. 3 4 5 ايه اكشن.